السلام عليكم، وينكم يا نبارة؟ توحشتكم يا نبارة، نعم بوزينكم يا نبارة. ريتو هذايا اسمه راديون. أي سيدي بن سيدك، الراديون هذايا يستعملوه باش يسمعوا به الموزايك، يسمعوا به إيه فام، يسمعوا به إذاعة القرآن الكريم. وكيف كيف واحد كي تبدأ جمعيته تلعب في الناسيونال آ وطاحت للناسيونال بي، بحكم الناسيونال بي ما يتعداش في التلفزة، هاكا واحد ماذا بيه كان ما عندوش راديون يشري راديون باش نهار تلحد لعشية يحطه بجنب ودنه ويبدأ يسمع في الجمعية متاعه. ملعب 15 أكتوبر، افتتاح النتيجة، افتتاح النتيجة في ملعب حمد العوي. بالنسبة للكلوب ستية في الجمهورية التونسية الكل واللي شكوا في الجمعية وشراوا الراديون، ننصحكم مازلتوا ما خسرتوا حتى شيء. كان عندكم جيرانكم من محبي جمعيات أخرى ودوهم بالراديون، هدية، صدقة، زكاة، تحسبوها اللي باش تحسبوها. بالطبيعة مانيش نحكي على المكشخة، دوكم مجرمة كيفنا كيفهم، باش كي يلعبوا كونتر الكلوب في المقابلات القادمة ننصحهم كفاعل خيرة يتفرجوا ولا يسمعوا الجمعية متاعهم في الراديون، على خاطر كان باش يتفرجوا فيها في التلفزة باش يتفرجوا في برشا فضايح متاع الجمعيات متاعهم. بنقردان ما في باليش بها متاع كورة، في بالي بها متاع قشي. كل واحد مشى لبنقردان، سلع من بنقردان، جاب شوية كواتات، جاب شوية زرابي، توها مولينا راس في البطولة. الجمعة اللي فاتت في منزل ضد الترجي قالك الاربيتر خسرنا ومنعنا من الانتصار. اليوم في رادس كونتر الكلوب كل التاكوم تاعهم يدنفر وجايب ما عنده ويحب يربح. الديف الجارديا في الدقيقة 90 كيف كيف وطالع على القدام، والله كل ما نتفرج فيه في البارتي في بالي نتفرج في حريم السلطان، فكرني بالسلطان سليمان. يا ولادي فهموني شبيه الكرة ولات هكا. اليوم الكلوب ربحت والحمد لله ربحت ويلزمها تربح، اما باش نعرفوا الوضعية الكارثية اللي كانت فيها الكلوب، 9 نقاط في 5 جولات، يقول القائل نتائج مرضية إلى حد ما. شوفوا الكلاسمون تاعها، نلقاوها عندها 17 نقطة، بنزرت نقصتها مقابلة لو كانت تربحها نوليو كيفنا كيفها، ربي يهدي من كان سبب. مازالت حملة الإنقاذ متواصلة وإن شاء الله ربي يوفقنا. اللي يحب يفهم الكلوب توا لازم يكون مكور كورة وشبعان بالكورة ولا يفهم في الكورة بالرسمي. والحمد لله المتابعين متاع القناة هذه بالكومنتارات اللي يعملوا لي فيها 90-95% ناس تفهم كورة، أما بالنسبة لجماعة اللي يتفرجوا لي في مانشستر سيتي والإنتر وبوروسيا دورتموند، كلكم أخطاوكم للكلوب راكم ما تنجموش تفهموها. جماعة الآخرين كيف ما نجموش يفهموها الكلوب علاش تكور هك؟ بجاه ربي عرفتوهم كل ساعات نبداو نتفرجوا في القهوة في بارتي بحكم اللي احنا ديما مدينهم. الأرجنتين ميسي بزبونتهم على الأرجنتين، يقوم واحد يقول والله الملاعبي هذا مش خايب، السيد هذا 6 مرات بالون دور يقول لك والله الملاعبي هذا مش خايب. هو بيدو كي يتفرج في الكلوب اليوم مع بنقردان يقول لك والله صحيح ربحت مش بيها تكور هكا. يا معلم شبيها تكور هكا؟ انا اليوم نتفرج فيها في القهوة، اقسم بالله القهوة متاعي نهز فيها نحط فيها في خشمي نشرب فيها في خشمي، خلي ملعبية يا معلم. هو صحيح برشا مشاكل في المليوتيرا، في الديفونس، في اللاتاك، لاتاكونات والمليوتيرا اليوم كي باش يعطي باس عرفتوها باس بالتليفون، الديفونسير متاع بنقردان قبل ما تعطي باس عارفك وين باش تعطيها. هذا علاش؟ هذا بنقص التركيز. وبصراحة راني الملعبية نعذرها، رانا اليوم ربحنا بالسيف مش راي على خاطر بنقردان قوية برشا والثالثة، لا اليوم ربحنا بالسيف على خاطر الوضعية متاع الكلوب افريكا بصراحة وضعية صعيبة برشا، كبلت ساقين الملعبية. ما حاجات يلزمنا نحكيو عليها ما عندها حتى صيلة بالوضعية متاع الكلوب. تو نبداو بسي غازي عبد الرزاق من بارتي صفاقس، في بالي الملاعبي هذا ما عادش باش يحط ساقي سيتيران. اليوم لقيته يا ولادي البومه لو كان جات تصلح ما يخلفوها الصياده. الملاعبي هذايا يلعب نونشالون ما عم بالوش مرتاح، ناس جايبه ما عندها. هو كان ربحنا هانا ربحنا، كان خسرنا هانا خسرنا، شنو هو المشكل بنقردان تربح؟ ما تعنيش الملاعبي هذا يا هوكا. ثم زغاده فرخ صغير مستقبل امتاع جمعيه شفناه كهبط بصراحة مردود كبير برشا. باسيرو كومباوري تعدى على الكلوب، توث ميهالي، سانتانا، باهوما وتوروغو، وقتها الشعار متاع الكلوب لهنا يوغو. وهالسيد هذايا اقسم بالله لا ريت كيفو، انا قبل ماشي في بالي ما يصلحش كان على التارتون، ديما نقول يا منتصر ما تهبطوش في التارتون، طلع لا يصلح لا على التارتون لا على غازون لا على كونكاساج
لا على سيمان لا على زليج لا على غريفي، ما يصلحش في حتى حاجة. أنا بصراحة بديت نشك يطلعش هذا بيدو هاك الكامروني اللي غش عبد السلام اليونسي في مليار وتوا أعطيني مليار إلى تشعل ناري. نسبة كبيرة أثرت على الكلوب هو الجمهور متاعها، على خاطر لو كان الجمهور جاء توا راهي تتبدل برشا حاجات. ثم الجمعيات كي تجي تلعب في رادس ولا في المنزة بالحق تخاف، بالحق تخاف من الجمهور. كيف كيف حاجة أخرى الاربيتراج اللي يشدوا للكلوب تحسهم مرتاحين آلاز يصفر كما يحب يحب. كما اليوم شوشان ولا لي كلنا يا خويا ما يغلطش، انت ماتشوات الكل كما هكا ولا كونت الكلوب تولي ما تغلطش يا معلم؟ وين نشوف الكورة نلقاها قدام الكورة، فيزيك عالمي، الفيزيون تاعو عالمية، ما عادش يغلط. لاتاكون تاع الكلوب يطيح في الدزويت، قوم ألعب يا معلم تبارك الله عليك. إن شاء الله في المقابلات الكل كما مقابلات كما اليوم والوضعية متاع الكلوب ما تنجمش تحل المقابلة، على خاطر ما تنجمش تلوم الملعبية، ما تنجمش تلوم لونترونور، ما تنجمش تلوم لونترونور على التشكيلة اللي هبطها ولا الشانجمون اللي عملوا ولا ونوا شانجمون باهي هبط شهاب العبيدي دز بونتو. المقابلة جاية ضد المتلوي الملعبية ما يلزمش الرولاشمون يصير ويقول لك نجيبوا نقطة في مع المتلوي باهي برشا، لا راه مازال ما تلعب حتى شيء. كونتر المتلوي بالروح بالدم بأي طريقة يلزمنا نجيبوا ثلاثة نقاط إن شاء الله في المقابلة الجاية. ثلاثة نقاط خلينا نتفرهدوا شوية، الملعبية يزيدوا يتفرهدوا أكثر، يوليوا ما عادش الوضعية تأثر عليهم كيما قاعدة تأثر عليهم توا. وقتها باش نشوفوا الوجه الحقيقي للملعبية، الفروخ الصغار هذوما شهاب العبيدي والعبيدي الآخر وآدم الطاوس. الملعبية هذوما بالحق راهم مستقبل الجمعية، إن شاء الله يحافظوا عليهم.